وردت كلمة الصراط في القرآن الكريم 45 مرة، وأفادت في أغلب المواضع معنى الدين أو الملة، ولم ترد في معناها الحقيقي وهو الطريق إلا مرتين. يقول الله تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما معنى الصراط؟ ولماذا استعملت بدلا من كلمة الطريق؟ ورد في لسان العرب الصراط والسراط والزراط، هو الطريق السهل والواضح الذي لا اعوجاج فيه على وزن فعال، وهو من الأوزان الدالة على الاشتمال. والصراط واسع يسع كل السالكين. قال الشاعر: أكر على الحروريين مهري وأحملهم على وضح الصراط. أما الطريق فمرادفه في اللغة المطروق، أي الطريق المعالج الذي يمر منه الناس، والطريق في القرآن الكريم يؤدي إلى جهنم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والسبيل من الطريق السابل، أي الذي يكثر فيه السالكون، فهو يقتضي السهولة واليسر. وذكرت كلمة السبيل أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم، والمراد بها سبيل الله الذي يفضي إلى الخير. يقول الزمخشري في كتابه الكشاف: السراط من سرط الشيء إذا ابتلعه، لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه. وعن سمات الصراط يقول ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد: والصراط ما جمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقا مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصلا إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطا، ولا الصعب الشاق، ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك. ومن أعظم أدعية المؤمن أن يدعو ربه كي يهديه إلى الصراط المستقيم، أي إلى الإسلام، فهو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته. فلا سبيل إلى الفلاح والسعادة والنجاح إلا بلزومه وسلوكه والاستقامة عليه. وتبدأ كل ركعة في كل صلاة بسورة الفاتحة التي تتضمن أنفع الدعاء وأعظمه حكمة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله تبارك وتعالى إذا هدى العبد إلى الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته، فسلم من الشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت له السلامة، وحصل له الفوز والنعيم والراحة والروح، وحصلت له الحياة الكاملة بحسب لزومه لهذا الصراط المستقيم. فأعظم الدعاء أن يدعو العبد ربه أن يهديه صراطه المستقيم.